الدبابات الإسرائيلي بدأت في حاجة اسمها الحصيرة الواقعة، بدأت تفرش الحصيرة الواقعة على الدبابات بتاعتها، بدأت تفرش عشان إيه؟ تبقى حماية ليها من الغاز. في الفترة دي انسحبنا ورجعنا فترة المسافة اللي احنا خدناها زيادة، وبدأنا تحت ضوء الظلام طبعا ان احنا نجيب الجرحى بتاعتنا والمصابين. طبعا ما فيش نقلات عندنا ولا فيش حاجه في لا بس المعركه. انا اللي فهمته قبل الهوا ان نجحتوا كمان في ان كنتوا تأسروا عدد كبير جدا من الجنود الاسرائيليين. ده حضرتك في النقطه 149 على 2 دي سيبناها لزمايلنا، دي متعلقات شخصيه خاصه بيهم. دي حضرتك لما خدت بعد، اكمل لسعادتك، حضرتك بعد ما خدت النقطه القويه ما خدناهاش في اليوم ده، رجعنا فكلفنا تاني بعدها بليلتين بالظبط، كان يوم 10 قمري تقريبا او 14 قمري، ان احنا نروح. احنا كنا على جنب نقطه القائد الجنوب المجري شيمون لجوين، ولازم ناخد النقطه دي. فمين اللي مكلف ودرس الارض وشافها على الطبيعه؟ كنا احنا حضرتك. فاضطريت اخد تاني باقي الافراد، بالاضافه لجابوا لي تدعيم بقى عباره عن عساكر، كان في كتيبه امداد بالرجال اسمها ما اعرفش كتيبه ايه في القاهره هنا، مدونا برجال تاني. وبدانا حضرتك خدنا نقطه قائد القطاع الجنوبي ليله 12 اكتوبر او فجر 12 اكتوبر سنه 1973، وبالتالي حضرتك بدانا نستعرض النقطه. انا طلعت الاسلحه دي حضرتك، دمرناها وخدناها حضرتك من النقطه القويه زي ما سعادتك شايفه، منهم الافرول بتاع قائد القوات الاسرائيليه الميجر شمول لجوين. وطبعا انا في حاجه برضه، لما انتصرنا وخلصنا النصر الحمد لله بفضل ربنا، بداوا انا يعني انا بقيت فرحان جدا ان انا بسلمهم الجثث، يعني دخلت حرب الاستنزاف وانتهت بتسليم كان الجثث. كان في جثث وشهداء ولا جثث؟ انا بسلم مش الشهداء الاسرائيلي ما هو الشهيد، سوري يعني اسرى. انا اسف. الاسرى كانوا حضرتك قتلى انما حضرتك اسرتوهم بقى. اسرناهم كانوا من بره، انما حضرتك الجثث دي في نهايه المعركه انا سلمتهم الجثث بتاعتهم. وكان حتى لما جه الحاخام ياخد الجثث بتاعتهم كان بيجيب التلمود، كان لازم يجي ياخد موافقه عشان يستلم. فكان حضرتك بيجيب ده التلمود او التوراه الاسرائيلي، حضرتك كان بيقرا عليهم وانا كنت باخد الحاجات دي من الحاخام. فضلا ان حضرتك الملابس بتاعتهم والاسلحه والعلبة رشاش اسرائيلي والحاجات بتاعت حضرتك معارضهم، ده البريد بتاعهم البريد الاسرائيلي، ولا حضرتك الافرول بتاع القائد الاسرائيلي نفسه مكتوب عليه اسمه او مكتوب وضعه حضرتك زي ما انت شايفه. تحيه خاصه مننا كلنا كمصريين لحضرتك، للشهداء الاول وروح شهدائنا احنا موجودين الحمد لله، وروح شهدائنا بالتاكيد. استاذ ابراهيم، كان لازم طبعا نحكي القصه، انا عارفه ان حضرتك عارفها، لكن كان لازم احنا واحنا بنحتفل نسمع ابطالنا النهارده. لازم. لكن انا عايزه اتكلم مع حضرتك في الكتب اللي اتعملت عن سيناء، يعني مثل هذه التفاصيل والمعارك المشرفه جدا في تاريخنا، مفيش كتب كتير عن سيناء او عن الحرب تناولتها بالشكل اللي يشكل راي عام، عارف ايه التفاصيل. عارف انا عارفه ان حضرتك عملت يوميات مخاطر عن بطلنا اللي مشرفنا النهارده. لكن حضرتك بتفسر الحاله دي بايه؟ هو حضرتك استاذ رشا، بدايه بحيي حضرتك وبحيي اسره الاستوديو، وفي هذا اليوم رحمه والف رحمه على روح شهداء مصر اللي هم قدموا مهر يوم الفرح والنصر العظيم اللي احنا بنحتفل النهارده عشان عيد 25 ابريل. ده عارف انت، عارف حضرتك هذا اليوم الخالد ده كان بمناسبه عوده رفح المصريه الى حضن الام مصر ورفع العلم المصري عليها. والتاريخ بيقول لحضرتك ان اسرائيل ان هي ما احتلتش حته او ارض او مكان وطلعت بيه كده بسهوله لولا السلام اللي تم بين مصر واسرائيل. طبعا. حاجه تانية حضرتك، تعرف حضرتك ان سيناء بتمثل 6% من المساحه المصريه. سدس مساحتها. يعني سدس مساحه مصر، يعني اذا مساحه كبيره جدا. ناهيك حضرتك عن ما تزخر به سيناء من ثروات معدنيه ورمل وما الى ذلك، الرمل ده على فكره احسن انواع الرمل في صناعه الزجاج. وطبعا في بترول وفي حاجات كتيره جدا. طبعا خلال فتره الاحتلال اللي هي من سنه 67 عن 73 طبعا اسرائيل كانت بتاخد كل الحاجات ديت. اذا هذا العمل العظيم جدا كان نتاجه ارواح الشهداء وكفاح الابطال ومنهم البطل سمير. هل حضرتك راضي عن يعني الطريقه اللي تم بيها تاريخ هذه المرحله، يعني هذه المعلومات وهذه الوثائق اللي معانا جزء منها النهارده؟ في معلومات كتيره قوي عن هذه الحرب لم توثق بشكل صحيح. عظيم. حرب او انتصار اكتوبر بصفه عامه، هذا الانتصار العظيم هو يعتبر الانتصار الوحيد في الصراع العربي الاسرائيلي في العصر الحديث، وهذه المعركه او هذا الانتصار لم ياخذ حقه كما يجب، سواء على المستوى الادبي او المستوى الاعلامي والسينمائي.
ده حاجه مهمه جدا. عشان كده حضرتك انا قلت على نفسي ان انا ابحث عن الابطال، وجبت قرى مصر وكفور مصر ومحافظات مصر وابحث على الابطال. عملت جهد كبير جدا عشان، وده عن فخر خاص على فكره، وبقيت اروح الاقي ابطال منهم البطل سمير. وكنت بتطبع الكتب دي على نفقه حضرتك الخاصه يعني ابطال النصر في تعاون حضرتك صالون وحلوة الشاعر شاعر رفعت المرصفي، ده صالون ادبي مشترك فيه، احنا بنطبع تبعه، في سلسله برضه اسمها عزف القلم بترأس تحريرها. حضرتك انا ما جبت لقيت في بطولات السيد رشا ما حدش واخد باله منها خالص. تخيل حضرتك في قابلت اول شهيد من الجنود من الابطال اللي استشهد في معارك اكتوبر 73 من سنديون، قابلت شقيقه احمد وسجلت بطولاته في ارضا. حاجه مهمه جدا انا بطالب من خلال القناه ان احنا حضرتك في ابطال ما زالوا على قيد الحياه، لابد ان احنا نوثق بطولاتهم منهم هم شخصيا على الاقل منهم الرقيب تسجيلي منهم البطل. وفي حاجه ثانيه حضرتك، الا تعلمين حضرتك ان ما زال بين حي يرزق البطل محمد المصري صاحب الرقم القياسي العالمي في تدمير الدبابات وصاحب اعلى معدلات الاداء قاهر الدبابات، هو ده قاهر الدبابات 27 دبابه 30 صاروخ. وثائق مهمه جدا عن حرب اكتوبر، وعندنا ايضا ابطال وقصص كبيره جدا محتاجين ان احنا نؤرخها، محتاجين ان احنا نسجلها في كتب واعمال ادبيه. دعوه لحضراتكم للتوجه للدكتور عماد ابو غازي وزير الثقافه المصري، هو كان معانا من كام يوم في نهارك سعيد وفاتح بابه ومستعد لاستقبال كل الناس، لان دي مرحله مهمه جدا من تاريخنا. نعم. لازم نوثق لها بشكل كويس. انا بطالب برضو الدكتور عماد، هو يعني انسان جميل على مستوى ادبي وخلقي، وده لان دي على فكره مش لينا بس، ده ليه للتاريخ والاجيال القادمه طبعا. وبرضو الدكتور او الاستاذ العظيم وحبيبي الاستاذ حمدي صباحي طبعا طلب مني ان احنا نكون هو ضمن المشروع القومي وضمن برنامجه الرئاسي، طلب مني ان احنا نوثق هذه البطولات ايضا بالاضافه الى شهداء 25 يناير ايضا الابطال بتوع اكتوبر و67 وما زال حرب. خليني اقول لبعض شهداء نوجه لهم تحيه لروحهم الطاهره اللي كانوا مع الرقيب اول سمير عبد الرحمن في هذه المعركه المهمه، تحيه كبيره ليهم جدا. اللواء او الشهيد عبد المنعم عبد القادر عبد القادر والشهيد ماهر مصطفى والشهيد ابو المجد علي سليم. نعم. بنروحهم الطاهره بنوجه لها كل التحيه والتقدير ولكل ارواح شهدائنا، وتحيه ايضا لروح الرئيس الراحل انور السادات ابن مصر البار. نعم. اللي ما قام به في هذه الحرب. اكمل بعد الشهداء. نعم. برضو. نعم. النقيب موسى جلال برضو طبعا الملازم اول نبيل صالح، ده اول واحد رفع العلم المصري في القطاع الجنوبي واستشهد فورا على طول، وطلع العلم الاسرائيلي جنبه وهو بيتحرق برضه. والشهيد الرائد السيد عبد العظيم سرور، ده كان رئيس عمليات الكتيبه واستشهد معانا في حضرتك في احتلال نقطه قائد القطاع الجنوبي الميجر شمول لدوين، حاولوا يطلعونا بالصواريخ اللي هي الاس اس 10 واس اس 11، ده عباره عن بطاريه صواريخ بتطلع 36 صاروخ في الدقيقه الواحده. فبرضه تحيه لروح الشهداء واصرار قائد الكتيبة. وتحيه لحضرتك سياده الرقيب ولكل ابطالنا اللي عايشين النهارده معانا. شكرا يا فندم. شكرا. وسطنا وبنحتفل معاهم. شكرا. احنا مش ناسيين ابدا. شكرا. ولا مصر هتنسى ابدا. شكرا. اللي حضراتكم وقدمته لنا. كل سنه وحضرتك بالف صحه، وكل سنه وحضرتك طيب يا استاذ ابراهيم. ربنا يخلي حضرتك. وبتسابر لتقديم. لو في حاجه قبل حضرتك ما نختم، في حاجه احب اوضحها. انت عارف حضرتك اترفع 39 علم على خط بارليف، اول علم تم رفعه كان رفعه البطل محمد العباسي ابن اورين ما زال حي يرزق، دي كان على اول نقطه تم تحريرها يوم العبور هي الانطره شرق. تحيه ليه، فتحيه له ورحمه لكل شهيد صحيحنا. وتحيه لكل بطل قدم روحه. واي بطل يا استاذ رشا او اي انسان مصري كان عجبها كان نمره واحد الله والوطن ثم مصر. في موقف يعني ابكاني، بطل صلاح هواش بعد تدمير لواء سيف جوري فرح بجنوده، كان تحت رئاسته نمره واحد على مستوى العالم البطل محمد المصري، ونمره اثنين بطل ابو مواطن عبد الله عيسى بطل المصري 27 والبطل ابو مواطن 26. عايزين حضرتك بقى تؤرخ لنا لكل هؤلاء الابطال والناس واحنا كشباب. اخر كلمه قبل الشهاده قال مصر امانه بين ايديكم يا مصر. مصر امانه بين ايدينا كلنا واحنا. نعم. بنبني مصر جديده بعد الثوره. كل سنه وحضراتكم طيبين. وكنت سعيده جدا. شكرا. انا وزملائي بتشرفكم لينا النهارده. رقيب اول سمير عبد الرحمن كل سنه وحضرتك طيب وشرفتنا. شكرا ليك. والكاتب الاستاذ ابراهيم خليل شكرا. ربنا يخلي حضرتك. شكرا. كل سنه طيبين.